السلام عليكم متتبعين الكرام، شكرا لوفائكم وشكرا على تعليقاتكم وشكرا على تشجيعاتكم كذلك. اليوم الفكرة ديالي هو نقدم لكم مسمن ديال المغرب، مسمن مغربي مورق، وغادي نعطيكم كاع لي ديتاي، يعني كاع التفاصيل كلها نعطيها لكم، ونتمنى ينال اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوه. هو مورق وزوين بزاف وسهل التحضير. فكنحطو شويه، حطيت كيلو ديال الدقيق، ومن بعد خلطوه. حين كان عندي الدقيق الابيض وعندي الدقيق ديال السميده، انا خلطتهم شويه لانهم كيكونوا زوينين. ومن بعد غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه وشويه خميره وشويه ديال الحليب، حيت كيكونوا رطبين وزوينين بالحليب. نضيفوا شويه ديال الحليب، لكن هو مستحب يعني ماشي ضروري، ها هي العجينه ديالنا كتعجن. نضيفوا شويه الماء على حسب الخليط اللي عندنا، كويرات صغيرين كيف ما كتشوفوا، وغادي نكرسهم هكا. نعاود نحطها بجنب باش تلق شويه، ونعاود نزيد الاخرى. وهكذا حتى نكمل الكويرات كلهم، ونعاود نخدمهم تاني وحده بوحده. دابا غادي ندير شويه ديال بلاصه باش نخدم، وغادي ناخذ الاولى اللي انا خدمت بها قبل، غندير لها شويه ديال الزيت، وغادي نكرسها كيف ما كتشوفوا. بحال هكا، شويه ديال السميده باش نديرها فوقه، وهكا كيسهل ليا يتجبد ليا وكيكون مذاق زوين ورائع. فكنبقى كندهن بها، يعني كنبقى كندهن بها، كنبقى كنلوحو، يعني كندردرو عليها وقت ما عجنت واحد البريصه، ونبقى ندردر فوقها هاد السميده هادي. يعني ديال الزرع وكتكون زوينه. من بعد كنهجو هذا بالنسبه للمبتدئين، كنهضر على بالنسبه للناس اللي هما بروفيسيونيل، الناس اللي هما يعني مواتنا، والناس اللي كيفهموا مزيان في هذا الشيء، الحمد لله كاع كلشي الديور المغربيه راهم عارفين هذا الشيء. ولكن انا كندير بالنسبه للمبتدئات او بالنسبه للناس الاخرين اللي بغا يشاركوا معنا ويكتشفوا الاكلات ديالنا المغربيه. احنا كنديروا هذه وحده، كنخنزوها ونزوا الاخرى، خليوها باش ترتاح، وناخذوا الاخرى نكملوا حتى نكملهم كاملين. وكل مره انا كندير، كل مره كنطيب ندير وحده ونعاود نطيب الاخرى، ونعاود كذلك حتى نكمل. هانتوما كتشوفوا لان بالزيت دغيا كتحل. غندير واحد شويه ديال السميده ديال الزرع فوقها، شويه ديال الزرع فوقو، ومن بعد غادي ناخد وحده في العاده ونديرو على الاخرى، ونهزو هذا الطرف هذا نحطو في الوسط، وعاوتاني نحطو الاخر عليه، وهكذا ونخليوها ترتاح، وناخذوا الاخرى، ومن بعد نكملوا بقيه التحضير. بعد كناخذوا هذيك الاولى اللي خدمنا بها، وكنبقى كنعجنوها هكا، ولكن كناخذوا بعدا قبل المقله ديالنا كنسخنوها مزيان، ولكن المقله كتكون غليظه والحديد ديالها غليظ، وكنبقاو نقرصوه بحال هكا كيف ما كتشوفوا.
وراني حطيت بالمقابل المقله ديالي كتسخن، ودابا غادي نبقى نحل فيها ونقرص فيها حتى نكمل ونديرها باش تطيب. ديما كنهز الزرعه ديالنا كنحطو فوقها كيساعد باش تحل، وفي نفس الوقت كيعطيها مذاق رائع. وكنزول الزيت مره كنحطو عليه، حتى هي ضروريه خاصها تكون حدانا بجنبنا بحال كيف ما كتشوفوا الزيت حدانا والسميده ديالتنا حدانا الزرعه ديالنا حدانا. ها هي وكناخذها كيف ما كتشوفوا وكنديرها باش طيب، وهكذا حتى نكمل كل شيء. حنا كندير لها السميده ديالنا، شفتها كيف ولات كتجبد وبسهوله حيدنا لها السميده زائد الزيت وكتكون رائعه، ودغيا كيتسهل علينا نجبدوها. وهي نحطها كيف ما كتشوفوا انتما شفتوا، راني حطيت هادو اللي غادي ندير وحده ورا وحده، وفي نفس الوقت راني كنكمل الخبريسات الاخرين اللي باقي ما درتهمش. وعندنا هذه ديالتنا راه هي كطيب عليا، الا خصني نعاود نقلبها الجهه الاخرى كما كتشوفوا. نعاود نرشها ثاني مره بالزيت ونتسناوها طيب. وناخذوا المسمنه الثانيه نعاودوا نقرصوها ونديروا لها شويه السميده كيف ما كتشوفوا. شويه السميد كيكون زوين زائد الزيت في نفس الوقت. نعاودوا نحلوها مزيان بحال هكا وباش نهزوها ونحطوها طيب. ها هي كما كتشوفوا شفتوا المسمنه ديالتنا ها هي طابت، يعني من الشكل ديالها راه كتبان رائعه خاصه مع القهوة ولا الشاي أتاي. حتى الزيت ما كتاخذش بزاف الزيت. من الثانية راها طابت شفتو، أنا راها طابت الحمد لله. ما عليا إلا نهزها ونحطها فوق اللي سبقتها وهكذا حتى نكمل. هو المسمن ديالنا جاهز مورق وهشيش صراحة رائع، يعني ما بقى غير تجربوه وردوا عليا. ونتمنى انه بالنسبة للناس اللي جدد يشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.
وكذلك نتمنى تجربوه لانه بصراحة هشيش ويستاهل التجربة. وما تنسونيش في تعليقاتكم وفي تشجيعاتكم، وشكرا جزيلا، وإلى الملتقى إن شاء الله.